يستعد نشطاء مغاربة من المدافعين عن القضية الفلسطينية بتنسيق مع نشطاء من دول الجزائر وتونس وموريتانيا لإطلاق حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استرجاع حارة المغاربة، أبرز أحياء مدينة القدس المحتلة تحت شعار حارة المغاربة الحق الذي يأبى النسيان. وأشار أعضاء في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى اقتراب موعد النسخة الثانية من الحملة بمشاركة هيئات من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وذلك بعد النجاح الكبير للحملة المغاربية الأولى الخاصة بحارة المغاربة المنظمة من طرف مجموعة من الهيئات الداعمة لفلسطين تحت شعار ولنا في القدس حارة. وفي أبريل من العام الماضي أطلقت 4 هيئات مغاربية هي الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ورابطة شباب لأجل القدس الجزائرية وجمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية التونسية وملتقى القدس أمانتي الذي يلم هيئات من الدول المغاربية الثلاث أطلقت حملة مغاربية تعريفية بحارة المغاربة بهدف إبراز الارتباط الوثيق بين المغاربة والمسجد الأقصى وتأكيد أن حارة المغاربة ملك مغتصب وحق يأبى النسيان. وبحسب وثيقة الحملة فإن هذه الأخيرة ترمي أيضا إلى التعريف بجميع أوقافنا في القدس وفلسطين واستنهاض الهمم لاسترجاع إرث أجدادنا المسلوب ظلما وعدوانا وتنمية حب القضية عند شعوب المنطقة المغاربية وتوعية كل الفئات والأطياف بأهمية إثارتها إعلاميا وقضائيا في سبيل استرداد حقنا هناك. وتشمل الحملة على نشر أخبار وتقارير وصور ومعلومات وآراء السياسيين والحقوقيين والفنانين حول الحملة ومواقفهم من اغتصاب الاحتلال لحارة المغاربة.